ألو، صباح الخير يا فندم. صباح النور، مين معايا؟ احنا من البنك المركزي. خير حضرتك، بس كنا بنحدث بيانات الحساب علشان الزيادة الجديدة. تحت أمرك، هنبعت لينك لحضرتك هتفتحه وتملى البيانات. تمام، وصل اللينك ولما فتحه صاحبنا فلوسه راحت ساعتها، ودي كانت أحدث طريقة لسرقة حسابات أصحاب المعاشات في مصر واللي انتشرت الفترة الأخيرة. إيه اللي حصل في الأمرية ومناطق تانية كشف عن عصابة لسرقة حسابات الموظفين المعاش، وإزاي تحمي حساباتك من السرقة؟ بانكير، نبض البنوك. النهاردة محكمة جنح الأمرية وصلت محاكمة تشكيل عصابي لسرقة أصحاب المعاشات عن طريق إرسال رسائل ليهم على موبايلاتهم استولوا منهم على آلاف الجنيهات. وبخصوص تفاصيل الواقعة واللي حكاها موظف ضحية، قال إنه اكتشف اختفاء 130 ألف جنيه من رصيده في البنك، ولما سأل عرف إنهم اتسحبوا بطريقة عادية ومفيش غلط في الحساب. الموظف قعد يفكر الفلوس اختفت إزاي، لحد ما افتكر الراجل المحترم اللي كلمه وقال له انه بتاع البنك المركزي وعايز يحدث البيانات، وبعت له لينك وهو فتحه. الموظف راح وعمل محضر باللي حصل، وبالبحث عن التفاصيل والحوادث المشابهه طلع ان وراء السرقه تشكيل كبير ومتخصص في سرقه حسابات اصحاب المعاشات، واللي بيكونوا غلابه مش بيسالوا كتير عن التفاصيل، ولانهم مش بيكونوا متابعين قوي لجرائم سرقه حسابات البنوك من خلال البيانات طبعا قبض عليهم، وتعرف انهم كرروا جريمتهم مع اكتر من موظف على المعاش، وده معناه ان فيهم خبراء في جرائم المعلومات والاتصالات والتسلل للحسابات وسرقة الفلوس. النوع ده من الجرائم بدأ يكتر اليومين دول، علشان كده اوعى تدي بياناتك لأي حد مهما كان، لأن مفيش بنك في مصر بيكلم عميل يقول له هات بياناتك، وهو انت تبيع بياناتك عند البنك وهو مش محتاجها. كانت معاكم هبة محمد. بانكير، نبض البنوك.